زي ما تعودنا كشعب مقدسي أو ناس عايشين ببيت المقدس بالقدس، إنه شهر رمضان بزيد الإقبال على القدس بسبب المسجد الأقصى وصلاة التراويح وصلاة الجمعة. طبعا هو شهر خير وبركة على الكل وعلى القدس خاصة، هذا أولا. ثانيا أنواع الحلو الكل يعني تعود عليها بشهر رمضان اللي هي القطايف، زي ما أنتم عارفين بشكل عام البني آدم بشهر رمضان بصير يشتهي كل شيء، فأكتر حلو يعني متعارف عليه والكل بحبه والكل تعود عليه بالذات الشارع المقدس اللي هو القطايف. طبعا احنا بالقدس الكولاج المقدس اللي هو بنقدر نحكي النموره بالقشطة، وبنحكي لها شعبيه وبنحكي لها ورباط وبنحكي لها فطير، لها اكثر من اسم. الكولاج المقدس ما بيجي بجبنه زي الكولاج النابلسي، الكولاج المقدس بيجي بقشطة، مش كله بيجي محشي بجبنه، في بيجي بجوز، يعني في اكثر من نوع.